ميسون تعال نشوف القناة الرياضية، المذيعين محللين بالقناة الرياضية شو أراءهم ومين بيشجعوا. تعال مرحبا. هلا احكي لي ليث، مين بتشجع بمونديال قطر؟ بشجع المغرب. طلعت؟ لا بشجع فرنسا. كم تتوقع النتيجة؟ 2-0 للأرجنتين. بدك الأرجنتين أو فرنسا؟ غير التوقع غير والتشجيع غير. أنا بتوقع الأرجنتين تفوز كأس العالم، بس أنا بشجع فرنسا. حكي لنا مين بتشجع بكأس العالم؟ والله أنا بشجع الأرجنتين. أول شخص أرجنتيني بيشجع الأرجنتين هون بالمؤسسة. أنا بشجع الأرجنتين وأدخل الأرجنتين، وإن شاء الله يتوج الأرجنتين بكأس العالم إن شاء الله. مساند للأرجنتين ولا ميسون؟ ميسون بتشجع الأرجنتين زيي، يعني هي كمان أرجنتينية، وإن شاء الله أنا وميسون بنحتفل بفوز الأرجنتين بكأس العالم إن شاء الله للمرة الثالثة. كيفك أحمد؟ هلا مرحبتين، أنا إسراء. الله يسعدك. حكي لي أحمد، مين بتشجع بكأس العالم؟ والله أنا أرجنتيني قديم. وش جديد؟ طب برأيك كم النتيجة رح تكون؟ والله 1-0 للأرجنتين، واللي يجيب جول يجيبه. أقرب منتخب فرنسا، أقرب، لأن منتخب فرنسا هو اللي طبعا اللي أقصى الأرجنتين في النسخة الماضية 4-2، ولكن يعني 51% فرنسا 49% الأرجنتين. الأرجنتين قادرة، ميسي بيقدم يمكن أفضل مستوياته، أكيد بيطمح وبيحلم يتوج مسيرته بلقب كأس العالم، هو اللقب الوحيد اللي ينقص خزائنه، ولكن أعتقد فرنسا قادرة أنها توقف ميسي هذه المرة. أيضا أعوذ بالله، الأرجنتين ولا يمكن أشجع الأرجنتين، وتزعل ميسون تزعل يعني مو مشكلة، إلا الأرجنتين. طب محمد احكي لي مين بتشجع؟ أنا طبعا بشجع المنتخب البرازيلي، وكونه خرج من المنتخب الكرواتي هسه بدنا، وخرج المنتخب المغربي بدي مضطر إني أشجع المنتخب الفرنسي. تعالوا نشوف الشباب مين بيشجعوا ومين برأيهم رح يفوز بكأس العالم. مرحبا. يا هلا. احكي لي مين بتشجع بكأس العالم؟ أنا إيطالي بس إن شاء الله الأرجنتين. تتوقع الأرجنتين رح تفوز؟ إن شاء الله. مرحبا. مرحبا، هلا وسهلا. احكي لي مين تتوقع رح يفوز بكأس العالم؟ فرنسا إن شاء الله. إن شاء الله.